وبركاته. اخواني الاعزاء، اليوم هنتكلم عن غساله اطباق فريش الميني. الغساله زي ما احنا شايفين، ده مفتاح الفتح بتاعها بتاع الباب، ماشي. طبعا بيكون فيها من جوه الحامل ده للاطباق، الغسيل طلعناه. الغساله بتسرب ميه. طبعا اغلب التسريبات بتكون من الجوان بتاع الباب، الجوان البلاستيك اللي هو هنا ده، ماشي، لو مش راكب كويس او مقطوع. بعد كده التسريب عندي بيكون يا اما من الجوان اللي موجود اللي احنا شايفينه ده، شغل فلاش، ماشي اهوت تمام، او عندي هنا المصفى هنا اهيت، ماشي. احتمال يكون التسريب من الداخل، هيتفك المسمارين دولت وهتتشاف. وطبعا ده الهيتر بتاع السخان بتاع الغساله، الميه السخنه، ماشي. طبعا احنا حاطين فيها كميه ميه دلوقتي عشان نشوف هل التسريب من الجوان ولا منين، نتابع التسريب مع بعض. طبعا الغساله حلوه وعمليه، ماشي، بتقفل بالشكل ده. طبعا دي ازرار التشغيل بتاعتها، ادي التايمر بتاعنا، ماشي، ادي مفتاح التشغيل، ماشي، مفتاح بتاع السخانات درجات الحراره. طبعا زي ما احنا شايفين الميه نازله كميه منها هنا اهيت، مغرقه الدنيا هنا اهيت، ماشي. فهنكشف عليها ان شاء الله ونتابع مع بعض خطواتها واحده بواحده. طبعا هنبدا نفك كل جزء فيها، ماشي، ونشوف الدنيا فيها ايه. الشركه جات وقالت لهم ان هي محتاجه موتور، ماشي. فطبعا التسريب ملوش علاقه بالموتور، حتى لو هي محتاجه موتور يبقى في سبب للتسريب، ماشي. احنا لسه ما شغلناهاش، هنشغل ان شاء الله بعد كده مع بعض ونتابعها في فيديو ايه اخر مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.